السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي متابعين القناة، عيد فطر مبارك عليكم إن شاء الله، تقبل طاعاتكم وصيامكم بإذن الله، ويا رب تكونون من عواده. اليوم جاب لكم خبر سار، وأنا وعدتكم أنه راح أنقلكم أخبار سارة بعد العيد، لكن اللي حصل طبعا جتنا المعلومة أنه أكو مطابع خاصة بالجوازات، تطبع الجوازات في إسطنبول ووصلت وتمت الموافقة عليها من قبل الحكومة التركية، يعني اللي يريد يجدد الجواز مالته مباشرة يجدده خلال يوم أو يومين يستلمه من إسطنبول. خلصنا من هاي مسألة زين. هسه تقول هو شنو الخبر السالفة هيك سوت؟ أنا أقول لكم شنو، من صارت مطبعة خاصة بالجوازات ووافقت الحكومة التركية، إذن أنه أكو مبادرة ترجع الإقامات السياحية، لأن أنت تريد تجدد جوازك على شنو؟ اللي عنده عقار ما يهتم، إقامته سنتين يروح ويرجع للعراق مثلا يعني أو البلد يجدد الجواز مالته ويجي بسهولة. لكن من صارت هاي الشغلة إذن أكو مبادرة لقبول الإقامات السياحية. انتظروني بأخبار سارة إن شاء الله، لكن بعد الاجتماع بإذن الله تعالى يوم الجمعة عندنا اجتماع ويا الرابطة ونخلص ونعطيكم كل الأخبار بإذن الله تعالى. وأي استفسار أنا حاضر، الرقم بالشاشة وحساب التيك توك وبالوصف وبالتعليقات أرد عليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.